بكل حفل بيكون في عندي مجموعة من الأعمال الجديدة كلياً، يعني ما سمعوها الجمهور لا بالحفل الماضي ولا سمعوها ولا بيلاقوها على ولا مكان، لأنه أنا أعمالي موزعة حصرياً بشكل حصري لإلي. طبعاً من توزيع الصديق ناريك عباجيان كل الأعمال للأوركسترا. يعني أنا عم حاول كرس مفهوم أني كيف أقدر أقرب الموسيقى العالمية الكلاسيكية الجادة، كيف أني عيد توزيعها وعيد صياغتها لتصير قريبة من جيل اليوم، من 2022 مو من 1900-1850 مثلا. أنه نحن اليوم ب 2022 الناس شو حابة تسمع، جيل الشباب شو حابة يسمع، الصغار والكبار بشو رح يستمتعوا. فأنا عم حاول أني أقدم عمل بيستقطب وبيلقى يعني محبة وإعجاب كل الشرائح ومختلف الأعمار، فهذا اللي عم حاول أقدمه بكل حفل. أنا عم بختار الأعمال يلي حقيقة كتير مشهورة وكتير معروفة وورلد وايد، يعني بكل أنحاء العالم، حتى يلي ما نو دارس موسيقى، حتى الطفل الصغير إذا بيكون يمكن ماشي بالطريق بتسأله بتعرف هاي التيمة بارارارارا مثلا، هو سمعانا بتوم أند جيري، هو سمعانا بشي كارتون. فعم حاول إني أجمع مجموعة من الألحان يلي هي بتمس الناس كلهم وقريبة منهم وبتشبههم، وأقدم لهم إياها بوجهة نظر مختلفة كلياً، مع آلات إيقاعية، مع إيقاعات لاتينية، سالسا، تشاتشا، تانجو، معنا درامز. فعم حاول أني عيد إحياء هاي الموسيقى وأقدمها بوجهة نظر جديدة. كل مرة وقفت المسرح إلى رهبتها، كل ظهور على المسرح فيه مسؤولية. أنت يعني مسؤول قدام هذا الجمهور الغفير اللي جاي يحضرك تقدم لهم أحسن ما عندك وأفضل ما يمكن تقديمه بهاي الساعة اللي جايين يحضروها. فدائما في رهبة الوقوف على المسرح ولو كانت للمرة المية. بلش من السنة الماضية واليوم الحفل الثاني لهالمشروع اللي بيمثل فكر مختلف وطرح رؤية جديدة للموسيقى وكيفية دمج الموسيقى أو التيمات أو الجمل اللحنية العالمية بأسلوب مختلف، بأسلوب تدخل فيه عدة نماذج موسيقية من اللاتين ميوزيك. و اليوم راح يكون في عنا شيء مع الموسيقى العربية. هلأ هو المشروع بيحكي عن إمكانية تداخل عدة أفكار موسيقية ضمن جمل مختلفة مكتوبة موزعة بشكل جميل للأوركسترا، وتحاكي كافة الشرائح العمرية اليوم. وممكن أنه يتقدم العمل لا يخاطب شرائح موسيقية أو شرائح عمرية من أنواع الموسيقى شوي الجادة لحتى تقدمها بطريقة معينة. هي طبعا ما بيلغي وجود أو قيمة الموسيقى الأصلية أو النسخ الأصلية لهذه الموسيقى، ولكن اليوم من الطبيعي دائما أنه بتعدد المدارس وبتعدد أحيانا العصور أيضا بتدخل بعض التطورات على اللغة الموسيقية لحتى كمان تحاكي العصر الموجود. طبعا هذا الهدف منه هو طرح فكر جديد ولكن دون إلغاء الفكر الأصلي أكيد.